في الحقيقة يعني المتضرر الأول والأخير من قرار زيادة سعر الدولار مقابل دينار المواطن البسيط. ليش؟ لأن نحن الدولة نعتمد يعني بشكل رئيسي على الاستيراد، والاستيراد هي بالدولار، وكلما كان هناك زيادة في سعر الدولار معناه أن المواد الاستهلاكية التي تعتمد عليه المواطن العراقي يعني يزداد عليه يعني نسبة، وهو الذي يتحمل. والإيراد الشهري بالنسبة لكل مواطن عراقي الذي يعني سواء كان موظف أو غير موظف هو دينار العراقي، فإضعاف قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار بالتأكيد هو المتضرر الأول والأخير هو المواطن العراقي البسيط. لذلك العودة إلى السعر السابق بالتأكيد سيكون في مصلحة المواطن. إذا من ناحية أخرى يعني السيطرة على مزاد العملة أيضا شيء مهم نعم جدا.